شابتر 2 انترودكشن تو كانسر، مقدمة كده بنعرف بيها ايه هو الكانسر وايه هي انواعه وازاي بنقسمه وهي الاعراض بتاعته. What is cancer؟ هو abnormal and unregulated proliferation، هو تكاثر للخلايا غير طبيعي وغير منظم. arising from cell of a specific organ، بتطلع من خلايا لكل أورجان. احنا كل أورجان عندنا في الجسم بيبقى متكون من أنسجة غير الأورجانز اللي جنبه. cancer cell have the ability، الخلايا السرطانية عندها القدرة to create their own blood supply، انها تخلق أوعية دموية خاصة بيها علشان تقدر تغذيها. how a normal cells become cancerous، ازاي الخلايا الطبيعية بتقلب لخلايا سرطانيه. عندنا multiple steps carcinogenesis، multiple steps في خطوات متعدده اللي بتقلب بيها الخلايا الطبيعيه لخلايا سرطانيه. اول حاجه uncontrolled proliferation، التكاثر المستمر للخلايا الغير منظم. cells in normal tissue have contain or feedback mechanism، في الخلايا الطبيعيه اللي في الانسجه عندها ميكانيزم اليه معينه بتنظم لها موضوع الجروس اللي هي الهيموستاتيك ميكانيزم. الكانسر سيل ليك اور فيل تو ريسبونس تو نورمال هيموستاتيك ميكانيزم، الخلايا السرطانيه ما بتستجيبش للهيموستاتيك ميكانيزم اللي هو مسؤول عن الكنترول بتاع البروفريشن. تمام. ذا كاباسيتي فور بريزيستنس، القدره بتاعتها على الاستمراريه والان كنترولد بروفريشن، التكاثر الغير منتظم. از ذا ديستينجويشبل بروبرتيز اوف مالجنت سيل، دي الخاصية الأساسية للخلايا السرطانية اللي هي عندها القدرة على الاستمرارية في التكاثر الغير منتظم. وزود intervention من غير تداخل، cancerous tissue grow in an endless manner، ماشي، leading to tissue invasion metastasis and ultimately death. يعني احنا لو ملحقناش نسيطر على الخلايا السرطانية على الورم في بداية مراحله، النمو بتاعه لا نهائي. النمو بتاعه لا نهائي ده هيديله قدرة ان هو ينتشر ويتوغل للأنسجة المحيطة، او ان هو يعمل ثانويات قريبة منه او بعيدة عنه اللي بتنتهي بوفاة المريض. السيل جروس ده نمو الخلية، في حاجتين عندنا بتحدده، حاجة اسمها الأونكوجينز وحاجة اسمها التيومر سبريسر جين. الأونكوجينز which are present in all cell، موجود في كل وجين، موجود في كل الخلايا. serve as بيشتغل ك regulator، منظم of the cell cycle، لدورة الخلية. activation of oncogenes result in this regulation of the normal cell growth، لما بنعمل activation بننشط الجين ده اللي هو الأونكوجين، تمام، فبالتبعية الخلايا بتنمو بطريقة غير منظمة which produce excessive cellular proliferation، واللي هينتج عنه تكاثر سريع في الخلايا. فبالتبعية في خلية هتطلع طبيعية، في خلية هتطلع غير طبيعية، في خلية هينقصها كروموسوم، في خلية هيبقى فيها كروموسوم زيادة، فكل دي أنواع وأشكال من الابنورمال سيل. التيومر سبريسور جين من اسمه كده، ده جين مسؤول على انه يوقف الكانسر سيل، فده بيريجوليت بينظم اند انهبت، يمنع الان ابروبريتد الغير مرغوب فيه سيلولار جروس، النمو الخلائي اند بروليفريشن والتكاثر. اي ميوتيشن، اي انحراف في الجين ده هيؤدي الى لوس اوف كنترول اوفر نورمال سيل جروس، هيفقدنا القدره على التحكم في التكاثر والنمو الطبيعي للخلايا. يبقى انا عندي اتنين جين بيتحكموا في الجروس، النمو والبروفريشن وتكاثر الخلية. واحد أنكوجين اللي بينظم عملية الجروس، فبالتبعية ده لو حصل فيه مشاكل الخلايا هتنمو بطريقة سريعة. والتاني التيومر سبريسور جين اللي لو هو حصل فيه مشكلة هيدي فرصة للخلايا السرطانية انها تكتر. تاني حاجة بتميز الخلايا السرطانية الابيليتي تو انفيد السراوندنج تيشو، قدرتها على انها تتوغل في الانسجه المحيطه بيها. السيل بوبوليشن ذات ميك اب بودي تيشو نورمالي ريمين سيجريتد، يعني ايه بنقول ان الخلايا اللي بتكون
الأنسجة بتاعة الجسم، خلايا منظمة ومحددة. One type of cell doesn't invade physiological structure belong to a different type of cell. يعني أي نوع من أنواع الخلايا دي ما تقدرش تشتغل شغل الخلية التانية اللي في النسيج التاني المختلف. In contrast، على العكس بقى، malignant cell lacks the continent that inhibit invasion growth، بينقصها مانع التوغل. فبالتالي as a result the cell of solid tumor، الخلايا للأورام الصلبة كان penetrated adjacent tissue، تقدر تخترق الأنسجة المحيطة بيها allowing the cancer to spread، فتسمح للورم ان هو ينتشر. ثالث حاجة decrease cellular differentiation and other cellular change، بتقلل لي cellular differentiation التنوع في الخلايا والصفات الخاصة بكل خلية. most normal cell، معظم الخلايا الطبيعية evolve through the process of differentiation، بتمر بمرحلة التنوع which means that، واللي بيعني زي develop from a primitive cell، هي بتنتج من خلية أولية with few specialized properties، وبعد الخصائص الخاصة بيها بيبقى ليها more physiological function عن الخلية الأم. on contrast، على العكس، الخلايا السرطانية cancer cell have generally lost some of or all of these differentiation، الخلايا السرطانية بتفقد بعض أو كل المميزات الخاصة بالتنوع and cannot perform، وما تقدرش تعمل the indeed physiological function of their tissue of organ، ما تقدرش تأدي الوظيفة الفسيولوجية اللي الطرق التيشو اللي هي خارجة منه كان بيعملها. malignant cell are also genetically unstable، الجينات بتاعتها فيها unstable، عدم اتزان، and lose the normal cell structure، والتركيب الطبيعي بتاع الخلية والfunction كلهم بيختلفوا عن خلايا المنشأ. رابع نقطة عندنا الميتاسيس، الثانويات. ايه هي الثانويات دي؟ قدرة الورم على الانتشار، ability to establish new growth at distance site، distance site الاماكن البعيدة. يبقى مثلا الورم موجود في العظم وتلاقيه راح للمخ او راح للرئة، ورم مثلا موجود في البروستاتا ونلاقيه ظهر في الرئة، ده مكان بعيده، بعيد عن مكان الورم الاصلي. بنقول المتاسس is the process by which malignant tumor cell spread to distant part of the body، يبقى هي الطريقة اللي الخلايا السرطانية بتنتشر فيها لمسافات بعيدة في الجسم. متاسس is the cause of most cancer related death، طبعا الثانويات، اول ما بنعرف ان العيان ده بقى عنده ثانويات، ان الورم انتشر في كذا organ، بنقول خلاص يعني ايه دي نهاية المريض. cancer cells have unequability to break away، الخلايا السرطانية مش كلها عندها القدرة انها تنتشر بعيد. or spread to distant site of the body، cancer cell which break away from the original tumor mass frequently travel، هي الكانسر سيل دي بتروح للاماكن البعيدة عن مكان الورم الاساسي عن طريق ايه؟ لاما عن طريق البلد الدم، لاما عن طريق الليمفاتيك سيستم، ماشي، الجهاز الليمفاوي. establishing a new secondary tumor elsewhere، عن طريق الدم او جهاز الليمفاوي بنلاقي الورم انتشر من عظمة مثلا في الفوت راحت لعظمة في الشست. a cancer cell that has metastasized retain many of the characteristic of the original cancer cell، يعني ايه؟ احنا بنقول عليها ثانويات، يعني الخصائص اللي احنا هنشوفها بالنسبة لنا في الأشعة للثانويات دي تتبع الخصائص للورم الأم. فدايما نقول كده، احنا عندنا ثانويات في اماكن كتيرة شبه بعضها وكلهم يشبهوا الورم الكبير اللي في الحتة الفلانية، يبقى دي ثانويات للورم ده. دايما بنقول الابن او الابنة تتبع البيرنت الاباء. This is often misunderstood by the patient، العيان ما بيبقاش فاهم، مش فاهم مثلا ان ازاي ورم كان في العظم وصل للكبد عن طريق ان هو انتشر عن طريق الدم او الليمفاتيك سيستم. البريست كانسر سيل ار جروينج ان ذا ليفر، سرطان الثدي
بنلاقي له ثانويات فين؟ في الليفر. ممكن الاقي له ثانويات تانية فين؟ في البريست التاني. ممكن الاقي ثانويات في البرين. السايت اند الكاركترستيك اوف ميتاستاسيس. الميتاستاسيس الثانويات ممكن تكون لوكال ميتاستاسيس، ماشي؟ لوكال ميتاستاسيس يعني ايه؟ في نفس الحته اللي طالع منها الورم، وغالبا ده بيبقى فين؟ في الليمفاتيك سيستم. احنا متفقين ان كل جسم جزء من جسمنا زي ما له بلاد سبلاي، له نيرف سبلاي، وله ليمفاتيك درينج. فيبقى اللوكال ميتاستاسيس عن طريق انها غزت واقتحمت الخلايا الليمفاويه اللي تابعه للجزء اللي حصل فيه الورم. الديستانت ميتاستاسيس دي ان الورم انتشر للاماكن البعيده، غالبا بيبقى البرين او اللنج او البون او الليفر. كل نوع من انواع الاورام ليها ديستنكتد باترن اوف ميتاستاسيس، ليها اماكن خاصه بتروح لها. يعني كانسر بروستات مثلا اكتر حاجه احنا عارفينه ممكن يروح لفين؟ للعظم، بس نادرا لما يروح للمخ. طيب ايه هو الميجر ريسك فاكتور فور كانسر؟ ايه هي العوامل المساعده او المسببه على حدوث الاورام؟ اول حاجه الجينيتك بريدسبوزيشن، ان يكون في عامل وراثي. تاني حاجه التوباكو، الناس اللي هي بتدخن، واند الكحوليك اكسس، والناس اللي بتشرب كحوليات. لوك اوف فيزيكال اكتيفيتي، الناس اللي نشاطها قليل، يعني اللي قاعده في البيت على طول، ما بتتحركش الدوره الدمويه، ما بتتنفسي، ما بت... الحركه بتخرج السموم. فالناس اللي هم الفيزيكال اكتيفيتي بتاعتهم دي ضعيفه وقليله، تمام، هم العرضه اكتر ان هم يجيلهم سرطان. انفيرومنتال اند دايت، بعض انواع العوامل البيئيه والاكل ممكن يؤدي الى انواع الكانسر. طيب الفيروس زي هيباتيتس سي فيروس، الهيباتيتس بي فيروس، والابشتاين بارا فيروس. الاكسسيف سان اكسبوجر، الناس اللي بتتعرض للشمس فتره طويله جدا معروف انها ممكن يجي لها سرطان الجلد. كل دي عوامل، وفي عوامل تانية بس دول اشهرهم اللي ممكن يدخلوا العيان. الابليكيتور، a device used to place an implant or a medicine into the body. يبقى دي قطعه بنحطها بنزرعها جوه جسم العيان علشان هي اللي تبتدي تخرج له الدواء. بريكيوثيرابي انترنال راديشن تريتمنت، في علاج في الراديوثيرابي هنلاقي فيه مصطلحين، حاجه اسمها انترنال راديشن وحاجه اسمها اكسترنال راديشن. الاكسترنال راديشن اللي انا بحط العيان على ترابيزه وجوه جهاز العلاج الاشعاعي وسلط عليه الاشعه من بره. الانترنال راديشن لا، ده انا بزرع مادة او آلة او وسيلة جوه جسم الانسان في الحتة اللي هي فيها التيومر علشان الاشعة اللي تخرج منها تقضي على الورم نفسه وما تأثرش على بقية الجسم. يبقى الانترنال راديشن تريتمنت دان باي امبلانتنج، زرعنا راديو اكتف ماتيريال، مادة مشعة دايركتلي مباشرة انتو ذا تيومر جوه الورم نفسه، اور كلوز تو ات او قريب منه. also called بنسميها internal radiation therapy. يبقى البريكيو ثيرابي هو الانترنال راديشن ثيرابي. السنتجري، السنتجري دي هي وحده القياس، دي بريفيرد ميجرمنت اوف ذا اماونت اوف ذا راديشن دوز ابسوربد باي ذا بودي. يبقى دي وحده القياس اللي بنقيس بيها، بنقيم بيها كميه الاشعه اللي امتصها الجسم. بنقول ان الانترنال راديشن قلنا ده طيب اوف ثيرابي ان هويتش راديو اكتيف سبستانس از امبلانتد انتو اور كلوزد تو ذا اريا نيد تريتمنت، وقلنا بردك بنسميها ايه؟ بريكيو كيفالي. الانترستيشيال راديشن ا تايب اوف انترنال راديشن، نوع من انواع الاشعاع الداخلي، ان هويتش راديو اكتيف سورس، ماشي، مصدر مشع، امبلانت از بوت دايركتلي انتو ذا تيشو، ماشي، بنحطها فين؟ في الانسجه نفسها. نوت ان ا بودي كافيتي، ليس في تجويف للجسم، زي ما ينفعش احطها في الحنجره، ما ينفعش احطها في الجي اي تي، ما ينفعش احطها في البلادر المثانه، اي حاجه مجوفه ما ينفعش استخدم فيها الانترستيشيال راديشن، لازم يكون تيشو نسيج رخو. الانترا اوبراتيف راديشن من اسمها كده، ده تايب اوف اكسترنال راديشن، نوع من انواع الاشعاع الخارجي، يوزد تو ديليفر، بستخدمها عشان اولد لارج دوز اوف راديشن تو ذا تيومر اند سراوندنج تيشو ديورنج سيرجري. انترا اوبراتيف يعني اثناء العمليه، يبقى انا بوجه
جرعة من الأشعة علشان أدمر الخلايا السرطانية والأجزاء المحيطة بيها اللي ممكن يكون فيها توغل للخلايا السرطانية بس مش متشافة أثناء العملية. يبقى أنا ممكن أدي بري أوبرتيف قبل العملية، وإنترا أوبرتيف أثناء العملية، وبوست أوبرتيف بعد العملية. بعد كده عندنا حاجة اسمها لينير أكسلريتور. إيه هو اللينير أكسلريتور؟ دي ماشين ذات كرييتد هاي انرجي راديشن. يبقى دي جهاز او ماكينه بتنتج لي اشعه بطاقه عاليه جدا هاي انرجي راديشن توريتد الكانسرز عشان اعالج الاورام، بس باستخدام ايه؟ يوزنج الكتريستي تو فورم ابيم اوف فاستنج موفينج سب اتوميك بارتكل. يبقى فيها بستخدم في اللينير اكسلريتور ده تيار كهربي هو اللي نتيجة فرق الجهد اللي موجود فيه هيطلع لي بيم شعاع اوف فاست موفينج، يعني اجسام متحركة سريعة جدا، بنسميها ايه بردك؟ الميجا فولتج سيتوم. طيب هاو از كانسر دايجنوزد؟ ازاي نعرف ان العيان ده عنده كانسر؟ بيشتكي من ايه؟ في 7 وورنينج ساين، ماشي، 7 علامات منذرة. السيمتوم اللي هي الاعراض اللي العيان هيجيلي فيها: بريزيستنس كف، كحة مستمرة، ريكتال بليدنج، نزيف شرجي، بالبيتيشن اوف بالبيشن اوف بريست لامب، حاسه بقلقيعه او كتله في صدرها، ويت لوس، العين بيخس، سكين ابنورماليتي، تغير في الجلد، تشينجز ان افريكل اور مول، ممكن يكون عنده قشور، تمام، او تشققات او منطقه ريد اريا محمره، كافنج اب بلاد مع شيست بين، العيان يكح دم ويكون عنده الم في صدره، تشينج ان باول هابت، حصل تغيرات في عادات الجهاز الهضمي، يعني العيان يبقى عنده امساك مستمر او اسهال مستمر، بريزيستنس ابدومينال بين، الم في البطن مستمر، بلاد ان يورين، في دم في البول، ديفيكولتي في سوالوينج، صعوبه في البلع، وهارسنس ان صوته يبقى مبحوح ويروح. الايمج اند اللابوراتوري، طيب ايه هي يا دكتوره وسائل الاشعه والتحاليل اللي احنا هنعملها؟ العيان الاسمتوماتيك اللي هو مش باين عليه حاجه، لو عمل تحليل دم، في حاجه عندنا اسمها تيومر ماركر، ماشي، انواع معينه من البروتينات اللي بيفرزها التيومر اقدر منها احدد نوع الورم، زي الالفا فيتو بروتين مثلا اللي مشهوره بيه اورام الكبد. ممكن انا اعمل التحليل ده سواء في الدم او اعمله على حسب اليورين، تمام. في حاجة تانية عندي اللي هي اسمها CA125، ده حاجة خاصة بأورام المبايض. في حاجة اسمها بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، تمام، اللي بنرمز له بالبي اس اي، ده حاجة خاصة بالبروستاتا. يبقى التيومر ماركر دي تحاليل في الدم، بيبقى احنا عارفين ان كل نوع ورم وله ماركر معلم بيعلمه كده في الدم خاص بيه. غير كده بقى الحاجات بتاعتنا احنا بتاعت الاشعه، سواء اذا كان اكس راي او سي تي او ام ار او الترا ساوند، وان انا اخد ايه عينه اللي هي الباثولوجي وابعتها لدكتور الباثولوجي اقول له لو سمحت حللها لي علشان اعرف نوع النسيج اللي هي جايه منه واقرر على اساسه العلاج. طيب الجريدنج والستيجنج اوف مالجنت تيومر، يعني ايه جريدنج؟ ان انا صنفه وبناء على التصنيف بتاعه هقول هيستجيب للعلاج ولا مش هيستجيب للعلاج. فبقى عندنا كذا جريد، هل هو جريدنج سيستم، وفي حاجه اسمها تي ان ام ستيج، تمام. الجريدنج سيستم ده هقول هو ويل ديفرنشيتد، يعني هو طالما انا قادر احدد الخلايا بتاعته بالظبط يبقى ده له جريد. طب جريد 2 مودريتلي، يعني انا في حبه قادر احددهم وحبه لا. جريد 3 اللي هو البورلي ديفرنشيتد، ده هاي جريد. خلي بالكم كل ما اعلى بالجريد كل ما يكون التيومر ده مور مالجننت، ماشي، واكثر عنفا واصعب في العلاج. طيب التيومر ستيجنج بقى، تمام، عندي حاجة اسمها تي ان ام، تي اللي هو السايز بنرمز له بالسايز بتاع التيومر ومكانه، الان هل احنا معانا لينف نود حصل لها ثانويات ولا ما حصلش، الام الميتاستاسيس هل حصل عندي ديستال ميتاستاسيس ولا ما حصلش. يبقى تي دليل على السايز،
ماشي. الان في ريجنال لينف نود ولا مفيش، والام الديستال ميتاستاسيس، والحاجات دي كلها بنقول عليها اللي هو بنجمعها مع بعض بنقول ده ستيج 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 على حسب. ستيج 1 ده الاقل فيهم، ستيج 4 ده الاعلى فيهم، وطبعا كل ما علينا بالستيج زي ما علينا بالجريدنج كل ما التيومر يكون. خدنا قبل كده في الثانوي السيل سايكل تمام، وعارفين المراحل اللي هي بتمر بيها. طيب هو ليه احنا عايزين نفهم السيل سايكل كويس؟ علشان بناء عليه هقدر اقول هو الانتي نيوبلاستيك درج اللي انا هقدر استخدمه، هل التيومر ده هيستجيب للريديو سيرابي ولا هيستجيب للكيمو سيرابي، ولا لا كيمو ولا ريديو، هستجيب مثلا لحاجه اسمها الهرمونال سيرابي، العلاج الهرموني. طيب عند حضراتكم في الكتاب هتلاقوا دايره كده صوره بتفكرنا بمراحل السيل سايكل. نقول ان most normal human cell exit predominantly in the differentiation تمام، يعني بنقول كل الخلايا بتاعة الجسم بتمر بمراحل differentiation اللي هو التطور او التنوع اللي هو G0 phase during which they perform the work for which they are intended. في المرحلة الجي زيرو دي اللي هي بتقوم بالوظيفة اللي ربنا خلقها عشانها. Many anti-cancerous drugs are designed to target the cell cycle. فكرة الانتي كانسر علاج الاورام معتمد على ايه؟ ان انا ابوظ السيل سايكل دي واوقفها، فهمنع التكاثر والتطور بتاع الخلايا السرطانية. من دراج ويز اكتيفيتي ان بارتيكولار فيس اوف ذا سيل سايكل ار كولد سيل سايكل فيس سبيسيفيك، يعني احنا لما نيجي على سايكل على جزء معين في السايكل واقول انا هموت الخلية دي عند الجي زيرو، لا ده انا هموتها عند الجي 1 تمام. فبناء عليه هبتدي اصنع ادويه للاورام تقضي على الاورام والسرطانات بطرق مختلفه وفي اوقات مختلفه. ثانك يو.